لكل حرب جنودها، وفي معركة البقاء ضد الكورونا الأطقم الطبية في واجهة أكبر عدو للبشرية، متفانين دون كلل أو ملل لموجاتها مسايرين، بيد ممدودة تارة علاجا وتارة أخرى إغاثة. قايمين فوق لازم من القاعدة من فرنج ميناش من تنظف التلفون قايمين فوق لازم. أيوا مساكن يجري وجوا شادروا في حوسوا كيفاش يكومبليو لو فيد هذاك. قايمين معنا في كل فريق يجوا لينا بايتين معايا داخل بايتين هنايا معايا مساكن. الله ربي يدخل وكاع الدنيا إن شاء الله. اختبار تحدي الكورونا رهان رفعه الجيش الأبيض كخط دفاع يصارع الداء ويجابه قساوة الأصداء، فهل من مقدر؟ فيروس قاتل قاتل هذه المرة، حسينا له أكثر من الموجات اللي سبقوا في الفيرولونس تاعو، في لو نومبر دو باسيون الاعداد زادت. نديروا لو ماكسيموم تاعنا واش قدرنا. النفسيه تاعنا تعبت بزاف، حنا هنا رانا نشوفوا الموت، رانا نبكوا كل يوم، رانا نتالموا صح. الله غالب، حنا نتفهموا المواطنين بصح نتفهموا ثاني لازم يفهمونا هما. بالله غالب هذا فوق الطاقه تاعنا. شوفي ما ناش نروحوا ديارنا، اتمنى الناس يقفوا معنا وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. هي عينة من يوميات الأطقم الطبية في واحدة من مستشفياتنا منذ استفحال الجائحة، ساعات عمل تطول ومناوبات تجول بين أروقة مصالح الكوفيد، تعالت أصوات مرضاها كفى استهتارا وللتحديات تقديرا.